خليني اسالك في بعض الامور واخد رايك فيها حاليا في النادي الاهلي. مثلا رايك ايه في جيرالدو جناح النادي الاهلي؟ هل هو عنده فرصه الاستمراريه في النادي الاهلي؟ وجهه نظرك الفنيه في ايه؟ وانا الناس تعلم انه انت كنت من ضمن المتحمسين لجيرالدو عندما سئلت عن وجهه نظرك فيه. بالظبط، عارفين ان النادي الاهلي بيتطلب دايما الاقصى حاجه من اللعيب اللي عنده، هو في الاول كان عنده صعوبات في التاقلم على النادي. نحن بنتكلم على احسن نادي في افريقيا، مش سهل، وكمان ثقافه مختلفه تماما. ولا اتمنى منه انه يقضي اكتر ما عنده عشان ياخد ثقه المدرب، لان اللاعب في الاهلي مش سهل، بيتطلب دايما تفاني واداء عالي وروح تضحيه. بس لازم اقول انه فعلا لعيب كويس، لان ما دام الاهلي اتعاقد معاه هو لعيب كويس. فهو دلوقتي بس عايز يتاقلم على فلسفه المدرب. اللي اعرفه ان الاهلي غير المدرب مرتين، ده بيتحرك شويه من كيان الفريق. كل مدرب ليه طريقته في رؤيه كره القدم وليه خياراته، ولما يحصل الكلام ده بيكون صعب على اللعيب انه يتاقلم بسهوله. هو لعيب كويس، بس النادي عنده وجهه نظره والمدرب ليه وجهه نظره، واحنا كلنا لازم نحترم وجهات النظر دي. ان المدرب يبقى عايز النجاح، ولو شايف ان في لعيب محتاج يدخله او يقعده على الدكه، بيعمل كل حاجه الاحسن للنادي، فاحنا لازم نحترم خيارات المدرب.